لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. انتحار دراكي بتمارا بسلاحه الوظيفي. صدمة للمغرب من إيران بسبب البوليساريو والجزائر. رسالة قوية جدا من المغرب للجزائر والبوليساريو، وهي الرسالة الأخيرة. الجيش المغربي يطلق النار على مسلحين من البوليساريو اقتربوا من الجدار الرملي. عبد الإله بن كيران يقوم بخطأ فادح في الرسالة الموجهة للعثماني. بعد الحادث المثير الذي أقدم فيه دراكي يعمل بسرية الدرك الملكي بتمارا، المركز الترابي للشاطئ كازينو، على الانتحار بإطلاق عيار ناري في رأس بوسط سلاحه الوظيفي. وقد فتح تحقيق لمعرفة سبب هذا الانتحار وسط استنفار أمني غير مسبوق فوق القنطرة المؤدي للوفاق والهرورة. وبقي السؤال المطروح، هو سبب إقدام دراكي على هذا الفعل والدافع وراءه؟ وكشفت مصادر مطلعة أن الدراكي الذي قضى ما يقارب 30 عاما بسلك الدرك الملكية تنقل عبر عدة مراكز بتراب المملكة، وكان يعاني قيد حياته من بعض الضغوط الأسرية والظروف الاجتماعية تتعلق بوضعه العائلية تسبب له في اضطرابات ومشاكل مستعصية اختلط عليه بين ما هو عائلي وعملي. كما لا يزال البحث جاريا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا الانتحار وملابسته، والتي يرجح أن يعلن عنها في بلاغ رسمي، فيما لا تزال جثث الهالك بمستودع الأموات في انتظار تسليمها لذويه. إن لله وإنا إليه راجعون. بعد حوالي 4 سنوات على قرار قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعمها للبوليساريو، أعلنت طهران على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة محمد رضا عن موقفها الداعم لأطروحة الجبهة المدعومة من الجزائر. ونقلت قصص لوكالة أنباء الجزائرية يوم الخميس أن الدبلوماسي الإيراني جدد بالأمم المتحدة موقف بلاده الداعم لجبهة البوليساريو، داعيا المغرب إلى ما وصفه بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. واعتبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن الحكومة المغربية تجاهلت العقود حق البوليساريو، مشددا على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات ومقررات الأمم المتحدة بشأن الصحراء وفق ما ورد في القصص الإخبارية. وكان المغرب أعلن في شهر مايو 2018 عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو ومدها بالأسلحة. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة حينها في مؤتمر صحفي إن الرباط ستغلق سفارة إيران وتطرد سفيرها، واتهم حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو. أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن مشكل قرقالات انتهى، مشيرا في حوار مع قناة الحرة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية أن أيا كان لن يضع قدمه في هذا المعبر مرة أخرى بعدما مدت القوات المسلحة الملكية الخط الدفاعي إلى ما وراء الجدار الأمنية وأغلقت جميع المنافذ لإنهاء جميع الأعمال الاستفزازية والإرهابية. ووظف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة لغة قاطعة عندما تحدث عن احتمال وجود أي عمل استفزازي على الحدود، حيث أكد أن المملكة المغربية لن تجر لأي عمل استفزازي لن تحمد عقباها، لكن في الآن نفسها إن مس أي مواطن مغربي بأي سوء سترد المملكة بشدة وقوة. وهذا هو الإنذار الذي أكده الملك محمد السادس والذي ما زال قائما ويخص الجيران في إشارة إلى الجزائر وكذا الانفصاليين. وأشار عمر هلال في نفس الحوار إلى أن المغرب مستمر في تعمير الصحراء وبناء المستشفيات والجامعات والطرق والمطارات والموانئ وكذا فتح القنصليات، وسيعمل على تغيير الصحراء اقتصاديا سواء استمر المسلسل السياسي لهذه القضية أم لم يستمر. في سياق مرتبطة أكد الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء كانت نتيجة صيرورة طبيعية، حيث جميع الإدارات الأمريكية كانت تدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي قبل أن نصل إلى الاعتراف النهائي بمغربية الصحراء. وأفصح هلال إلا أن المغرب قبل تقديمه بمقترح الحكم الذاتي للمنتظم الدولي كان هناك تنسيق مع الخبراء القانونيين في الإدارة الأمريكية
التي دعمت المقترح قبل طرحه كصيغه للحل الدائم للقضيه، وهو ما جعل جميع الادارات في واشنطن تدعم المقترح المغربي، الا ان الاعتراف النهائي بمغربيه الصحراء. دفعت جبهة البوليساريو مجددا بعض الشباب والمراهقين لاستفزاز الجيش المغربي قرب خط تماس بعد فشلها في ترويج أطروحة الحرب. مصادرنا كشفت أن الجيش المغربي تعامل بحزم ردا على استفزازات البوليساريو التي تروج لأقصاف عبر بيانات عسكرية تجاوزت 120 بيانا منذ تأميل المغرب لمعبر القرقرات يوم 13 نوفمبر 2020. وقد أدى الهجوم المضاد إلى تدمير آليات المجموعة التي انتهت بين قتيل وجريح، وقد تم إجلاؤهم بصعوبة بالغة ونقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى الوطني التيفارتي ثم مستشفى الشهيد الحافظة بمخيمات تندوف. ومنعت الجبهة تسريب هذه الأخبار وطلبت التكتم عليها وسخرت حراسة شديدة على الجرحى بالمستشفى، كما عممت البوليساريو أوامر بمنع استخدام الهواتف وحجز هواتف المقاتلين ونبه التطرق لأخبارهم أو الحديث عنهم في كل أوساط ووسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى ونيتها في إخفاء ما تعرض له المجموعة إلى حين معرفة ما يمكن عملها وطريقة تدبير الحادثة وكيفية تخفيف أثره بين المقاتلين ولدى ساكنة مخيمات تندوف. علق أمير راغب على نشر عبد الإله بن كيران رقم بطاقته الوطنية ضمن وثيقة تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية، وكتب مؤسس مدونة المحترفة على صفحته بالفيسبوك بعيدا عن السياسة: سي عبد الإله بن كيران دار واحد الخطأ فادحة، مشى بيا النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالو في منشور لاحو في لاباج ديالو. وأضاف: لي معرفش سي بن كيران أن هاد المعلومة يقدروا البعض يستغلوها ويجبدوا عليه بزاف ديال المعلومات الشخصية اللي ما غاديش يبغي يوصلوا ليها الناس. وحذر أمير راغب متابعيه بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية بقوله: ما عمرك تبارطاجي معلوماتك الشخصية واخا تكون تافهة بالنسبة ليك، لأنها ممكن تجبد عليك بزاف ديال الصداع مع الناس اللي كتحترف مجال الهندسه الاجتماعيه. تجدر الاشاره الا ان الامين العام السابق لحزب العداله والتنميه اعلن تجميد عضويته داخل حزب العداله والتنميه على خلفيه المصادقه على تقنين القنب الهنديه، وقد تضمن المنشور وثيقه ظهر فيها رقم بطاقته الوطنيه. نشكركم على حسن المتابعه.